السبب الأولاني إن أنا كنت مشغول جدا بالبحث عن فكرة البناء التجاري، نعم، وده يعني الفكرة اتعمقتها الحقيقة. الحاجة التانية إن لما اعتبرت موضوع القميص النوم الأحمر وفكرة إن الست دي تكون بتتصل أو بتعمل في أو بتكون جوزها، فكرة بدت لي انها يعني ايه، انها شاذة طائشة في القصة. ليه؟ لان الصوت السارد الرئيس، الخطاب بتاعه كان خطابا رومانسيا حالما سماويا، دي بشكل كان من الصعب تخيل ان ده موقف لزوج يعلم ان الزوجة بتخونه. الحاجة التانية ان هو كان ينتظر مجيئها الساعة الثالثة، فأنا في حدود علمي إن مهنة الدعارة لم تصل إلى هذا الانضباط أن تكون نهارية ومنضبطة بالعودة إلى الساعة السادسة. ممكن يكون حدث تطورات أنا في نصوص كده على فكرة من زمان. إيميل زولا، أنا أفتكر لك، أنا إيميل زولا ليه رواية مهمة جدا اسمها نانا، غاية في الانضباط. في بس في مجتمعات في تاريخ معين. لا لا، ما حسن الامام خدها وعملها افلام كلها هنا، الشريفه اللي كذا اللي كذا اللي كذا، والمجتمع متوافق مع كده. فالحقيقه ان هي دي كانت النقطه اللي استبعدت فيها في هذا الامر، يعني ان انا مش عاوز اركز على الجزئيه دي، ولو ان بعد كده يعني من كلامكم هي فعلا جديره بالتامل مره ثانيه. ممكن تمام. طيب، يعني طبعا انا سعيد بهذه الندوه، وانا هبدا من حيث انتهى اصدقائي وصديقاتي الاعزاء. وحاول الندوه بتشهد حاجه اسمها تنامي الممارسه النقديه، يعني الواقع الثقافي المصري والعربي ازمته الاساسيه في غياب حركه نقديه منظمه. وانا كتبت في هذا كثيرا، سواء في الاهرام او في الحياه من قبل او في النهار، اماكن في كل الاماكن التي كتبت او اكتب فيها، في مشكلة، لدينا مشكلة حقيقية في غياب حركة نقدية. لدينا أحد من النقاد، لكن ليس لدينا حركة نقدية. جزء أساسي من عمل المنتديات الثقافية الجادة، ولذلك أنا ما بلاقي إن بعض إن من الطبيعي إن مثلا، طبعا ليس من الطبيعي الرنة اللي عاملها أسامة رياض، مش ممكن نقول انها عباسيه، ليس من الطبيعي. من الطبيعي جدا لما الصحافه الثقافيه لدينا المعتبره مثلا في اخبار الاخبار عن منتدى المستقبل، عن المنتدى، فتصفه انه ايه من اهم الحلقات النقديه، ودي صحافه عربيه كمان بس مصريه، وده خبر ما هتلاقوه دايما موجود لما تكتب حتى على جوجل اسم المنتدى، من اهم الحلقات النقديه في الثقافه المصريه والعربيه. انا طبعا ببقى سعيد بهذا الكلام، لكن انا اشوف ان ده كلام حقيقي، لانه ليه حقيقي؟ لما حدث اليوم في الحقيقه، اللي هو ان مش بس ان الخطاب النقدي حكر على المنصه، لكن هو ابن ليه؟ ابن الجماعه الثقافيه. يعني النهارده في تنامي للممارسه النقديه. انا شاهدت النهارده مداخلات من اتنين رحلوا عن عالمنا مؤقتا، يعني صديقين العزيزين اسامه ريان ومحمود الشرويني، مداخله هاني منسي، دكتور فهمي عبد السلام، منال قبيل، وصلنا بقى المداخله المدهشه للاستاذه الكاتبه الكبيره صفاء عبد المنعم. فعلا دي مداخله فعلا دقيقه كصانع حصيف للنص. الملاحظات التي صوبها الدكتور جمال عبد العظيم صديق الشاعر والناقد بحق القصه، اللي هي فعلا من عيون القصص في المجموعة، بل إنها من الممكن أن تصبح من القصص الماسترز في القصة المصرية. وأنا كشخص طبعا كواحد من أهم متابعيها في السنوات الأخيرة، إن هي ممكن تبقى كده فعلا بتكات بسيطة زي اللي أنت قلتها. طيب، فالنهاردة في تنامي لماذا ليه ده؟ وده هاني وقف قال إيه؟ إن لا، هو مش فكرة إن الكلام بعد المنصة هو ممكن دائما. ليه؟ لان الحقيقه ان جزء اساسي انا وهذا ما اسعى لتحقيقه، ان جزء اساسي من عمل المنتدى في الحقيقه هو تعزيز ما يسمى بالمنطق الديمقراطي. يعني فكره ان الخطاب النقدي يبقى هو خطاب، ده مش ليس خطابا بالمناسبه، ليس خطابا لدنيا. هو اصلا ازمه النقد، جزء من ازمه النقد، دكتور فهمي هيتذكر هذا الامر جيدا،
ان الدراسه الشهيره اللي صنعت في فصول قديما عن ادب الاستاذ نجيب محفوظ، ولما سئل عنها مش عايز اقول العنوان لانها معروف، لما سئل عنها فهو الراجل ابتسم لان هو اساسا هو 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 طبعا ايه هو بيتكلم على ان هو لم يفهم العنوان اساسا. تمام، هو اساسا من كتب هذه الدراسه لم يكن يفهم عنوانها. انت الخطاب النقدي الحقيقه عندنا اما ان هو خطاب محمول على المركز الاورو امريكي دون ان يعضون هذه المقولات. الخطاب اللي احنا بنطرحه ما هو خطاب، ما انا جاي ما هو عنده مصطلح النقد سواء الفرنكفون او الانجلو ساكسوني، ابن طبعا الموجات الاحدث في النقد في العالم، لكن هو في النهايه انت لازم الناقد المصري والعربي عضونه في بيئه الخطاب ده اللي انت ابنه، اللي انت ابن هذه الثقافه، ابن هذه الروح، ابن هذا المصير الانساني وهكذا. فطبعا ده جزء اساسي. فانا من هذا المنطلق كله انا سعيد للغايه في الحقيقه بما تم من مداخلات اصدقائي بشان هذه الندوه. انا مش لن يعني الكلام بقى عن الاسئله، اولا كل ما طرح اما تصورات جماليه عن النص او اسئله فنيه زي اللي طرحها الاستاذ الشربيني او الاصدقاء داخل في الندوه. مش عارف انا ارد على الاستاذ الشربيني الذي لم يعد موجودا الان. والقصة حبل تايخ اللي هي شهدت كل هذا الجدل. انا التأويل الذي صنعته صديقتي العزيزة صفاء عبد المنعم تأويل الحقيقة دقيق للغاية ومن داخل العمل. يعني في التأويلات بالمناسبة، في تأويلات بتبقى تأويلات مفتعلة مقحمة على النصوص، وفي تأويلات بتبقى بتقارب العمل من داخله. التأويل ده قارب العمل من داخله. النمط ده بقى من النساء موجود؟ هل هذا النمط، هل مش النساء، هل نمط العلاقات ده موجود؟ طبعا موجود، واخدين بالك؟ طبعا موجود. هل بقى حجم حضوره ايه؟ طب هل ممكن بقى ان الحضور واللي هو كان بيتلقاها بيه، ان مساحه الحضور زي ما الاستاذه منى قابيل قالت ان هو طبعا ده مساحه الحضور دي تقل، الفرح المجاني اللي هو عنده بيحاول يقابله، المفروض ان هو هنا في هذا الفرح انما هو يبقى ايه؟ هو ابن الترقب. وهو على فكره وزي الاستاذه فعلا صفاء عبد المنعم قالت، هو اساسا هو يعرف الحقيقه لكنه لا يريد ان يقف امامها وان ينظرها او ان يراها رؤيا العين. هي دي الفكره اللي هو يعرف ولا يعرف. ايوه، اعلان المعرفه في حد ذاته. ايوه تمام. فطبعا ايه الاسئله؟ طبعا في كلام اتقال عن العناوين، العناوين القصص جيده. الاستاذ عطف عبد العزيز الصديق العزيز عمل مداخله قيمه حول بنيه العناوين، لكن في مساله مهمه، مفترق طرق نفسه ليس اكثر العناوين جماليه. يعني عنوان اسمه مفترق طرق، هذا عنوان عادي. لو انت شفت عناوين اخرى في هذه المجموعه القصصيه هتجد انها اكثر جماليه. انتوا عارفين حبل تايك ده؟ ده عنوان رهيب بس بيتكتب تايك. ده عنوان بديع جدا. او خير الله مات مثلا، بس خير الله مات ينفع عنوان لقصه مش لدلاله كليه، لكن صوره جماعيه مثلا. تمام؟ طيب فانت عندك الحقيقه ان التصورات اللي حوتها الندوه، لكن طبعا انا كان نفسي الصديق العزيز محمود الشربيني اللي مثلا حتى الاقتراحات اللي قدمها الاستاذ الشربيني رومانتيكيه. يعني قال لك مثلا ايه؟ العيون التي ماتت من الحب. اوعى تكتب عنوان زي كده. ده عنوان رومانتيكي جدا، يعني عنده نظره مثاليه للعالم. طيب الايقونات الدينيه اللي موجوده اللي تبقى الراجل اللي هو ايه اللي هي اديها بتعبير، لان ده سؤال طرح برضه من الاستاذ الشربيني، تعبير عن ما يسمى مظاهر التدين الشكلي، اللي هو النص بيدين الاغراق في مظاهر التدين الشكلي دون الانطلاق للايه؟ للجوهر. كلام صديق العزيز هاني منسي حوالين فكره ما يسمى في حاجه اسمها الذرائع السرديه او الذريعه السرديه، هو التبرير الدرامي. دي اسئله جماليه مهمه جدا للنصوص. النهارده الخطاب النقدي بيعزز وجوده الحقيقه من خلال ان هو ان فكره بس انا بس اتمنى من صديقي هاني منسي ومن اصدقائي الاعزاء الابتعاد عن كلمه جمله عبقريه وعبقريه. كلمه العبقريه دي احنا اتهالين عبقريه. تمام؟ يعني اللي هي ايه اللي هي الالفاظ المجانيه اللي هي فيها برضو حكم قيمه
واللي طبعا انا عارف ان للاسف المشهد الثقافي المصري غارق فيها حتى السماله، وانا عارف ان ياما كتير بيتقال بقى واتقال قريب ومن قريب هيتقال عبقري وفريد وما فيش حاجه بعد كده والعبقريه اللي هي. فطبعا احنا كلما كان الخطاب موضوعيا كلما مش بس كان نافذا للمتلقي، والحقيقه كلما كان اقرب لتصديق هذا المتلقي. الناس بتصدقنا او الناس بتصدقك والناس هتصدقك عشان انت هتقول ما تعتقد، وما تعتقد ده لازم يبقى مشفوع او محمول على حاجه مهمه جدا او جناحين اساسيين، الجداره والنزاهه. الجداره والنزاهه انا بعتقد هما الجناحين الاساسيين اللي ممكن ينهض عليهم اي خطاب ابداعي او نقد. انا بشكركم جدا وبشكر صديقي طبعا الروائي الكبير والقص الكبير سمير فوزي، شكرا لكم كتير. انا طبعا بعتبر نفسي محظوظ جدا، اولا محظوظ بالمنصه العامره دكتور يسري استاذه انجي الدكتور استاذ عاطف، وبالمداخلات والرؤى السريعه جدا اللي طرحت النهارده. انا من عادتي ان انا ما بعلقش على اي سواء بالسلب او الايجاب لكتبي، لان انا مؤمن ان الكتاب مجرد صدوره اكتسب شخصيته الاعتباريه واصبح كائن مستقل تماما عن كاتبه، لا هو ان يدافع عن نفسه بمحتواه، لان مش منطقي ان الكاتب هيقرا يمشي ورا كل حد يمسك الكتاب يناقشه فيما هو سلبي او ما هو ايجابي. وبالتالي انا سعيد جدا بما فيه. بخصوص بس يعني نقطه اشكاليه ملهاش علاقه بالكتاب، يعني اشتباك صغير كده مع استاذنا العزيز الدكتور فهمي، ان انا اوافق تماما النقاد الذين نصحوا صديقك بألا يسرسر في الكتاب. حقيقه يعني ان السرسره في الكتابه ليست صفه حميده يعني. الكاتب معلش الكوميس اللي بحبش كلمه عبقري، طب كويس، الكاتب العبقري او الكاتب الجيد هو الذي يحذف اكثر مما يضيف. بالتالي حضرتك بتنصحني باني اقفل، انا ما بحبش اقفل الاقواس داخل النصوص يعني. يعني مش هينفع ان انا اقول لحضرتك كل حاجه يعني راحت فين وجت منين وعملت ايه والكلام ده كله، لازم تطلق الخيال للقارئ يتوافق معايا او يختلف معايا، ده قصه ثانيه. لكن تغلق اقواس كامله داخل النصوص مساله صعبه. انا احيي حضرتك طبعا واشكركم جميعا واشكر المستقبل والمنصه على المنبر. شكرا.